هي العربية اللي كانت قطرانا راحت فين؟ اختفت. كويس. طب ما يمكن كان بتهيألي. دي العربية اللي كانت ورانا. وحياة أمه اللي أنا مورياه. استنى يا ست الكل. إيه؟ يا ست شباهي. البعيد أعمى و اهدي اهدي وهدي أعضائك بدل ما يطعلك عرق. هو أنت؟ أنا ما صدقت إن أمي وافقت إن أنا أنزل. دي معجزة يا بنتي. أنت كده هتسودي عشتي وعشتك. وبعدين مستشفى تقول لي نروحها دلوقتي، افرضي حد شافنا. ما حدش هنا غير جابر، ودي فرصتي الوحيدة بقى عشان أتكلم معاه. ده من ساعة ماما ما دخلت المستشفى وأنا مش عارفة طول. أنت جريئة قوي بصراحة، أنا مش عارفة المستشفى تقول لي نروحها دلوقتي. وبعدين هتروح لجابر في الظروف اللي زي دي تقولي له إيه؟ ولا سيحة. ايه الحتتين دول يوه؟ خد انتي هبة لوك 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 لغاية ما نتأخر. يلا بينا في الطريق بحكي لك على كل حاجة. يلا وشو القصة بتاعك وهو بيتعامل؟ ها؟ يا اهلا يا اهلا. ايه دي النيلة؟ خليني ماشي وراكي كده. اطلع يا اسطى. عينينا. بقى تباهي بتدي الارض بتاعتي للراجل الخرفان ده عشان يبني عليها؟ عايزة تورثيني بالحياة؟ أرض إيه يا أبو أرض؟ إحنا مش خلصنا من الموال ده، بتعيد وتزيد فيه ليه تاني؟ لا ما خلصناش. اسمعيني كويس، أنا جاي أقولك كلمتين تحطيهم حلقة في ودنك. الفلوس اللي أنا اديتها المنصور هعرف أخدها بطريقتي، والأرض دي كل لما يتحط عليها طوبة ههدها لك. إنت إيه يا راجل؟ ما بتحرمش وجاي تاني برضك تهددني؟ أنا ما بهددكيش، أنا بنورك وبخيرك. يا إما تتجوزيني ونعيش أنا وإنتي سمنة على العسل، يا إما مش هتشوفي يوم تعرفي تتهني بيه في حياتك. وعلى فكرة إنت عندك اللي تخافي عليه، أنا هسيبك يومين ثلاثة تفكري كويس قوي، وهتلاقيني بطلع لك في كل حتة زي عفريت العلبة. سلام يا برنسيسة. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت ما تخليش حاجة تفوتك.